الاخوان او الاخوات اللي هما خارج القلب. فالمادة 48 كتشير لهذه النقطة هذه، خاصة انه كان الحضور ديال الهيئة ديال المساواة، فخرقا ديال القانون ما كانش خصها تحضر في اللجنة، ما كان اللجنة ديال المراحل، وما كنظنش ولا اعتقد على ان الاخوان ديال اللجنة تفوت لهم هذه النقطة هذه. هذا جانب. بالنسبة للنقطة ديال الملاعب الكرة، حقا انها كانت الإشارة للسيد الوزير خاصة ديال الشباب والرياضة على ان الملاعب ديال الكرة غتكون بالمجان، وما تقتضيش على انها الاستفادة بمجموعة الجمعيات انهم يستغلوا الملعب بالمقابل. هنا كاين واحد المجموعة ديال الملاعب اللي حقيقة واحد المجموعة ديال الساكنة وديال المهتمين انهم ما راضيينش على هاد الملاعب ديال القرى بالطريقة ديال البناء ديالهم والتهيئة ديالهم، لأنها كاين جهات أخرى بطريقة حقيقة طريقة صحية بالدرجة الأولى، وكتساهم حتى هي في التنشيط ديك المجموعة، خاصة الأحياء المجاورة. هنا كاين واحد المجموعة ديال الملاعب اللي تبنات تقريبا داخل الأحياء، مما كتشكل واحد المجموعة ديال المشاكل للساكنة، وكاين سابقة في هذه النقطة هذه، أنه كاين عدم التفاهم بين الممارسين أو المشرفين على دوريات أو أنشطة مع الساكنة من حقهم. كاين نقطة هو بالنسبة للملعب اللي متواجد في ليبيكا، حقيقة أن أولا هناك هذا المشروع هذا في إطار قانوني، ما كاينش قرار ديال الموافقة ديال المياه والغابات في ذاك المشروع كامل، هذه نقطة. فأنا كنخاف على أنه يكون التحايل على 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 قانون ويتم الاستيلاء على ذاك المنطقة كلها. هنا خصنا نحافظوا مزيان، نحافظوا على ذاك المنطقة مزيان، نحافظوا على ملعب مزيان، أنه الملعب يقوم بالدور ديالو الرياضي والصحي، ولكن هنا زرت ملعب ليبيكا، لقيت واحد المجموعة ديال الأطراف ديال العشب متراني قرب الملعب، كنخاف على أنه يتم تفويت الملعب لجهة معينة. هنا كاين التوصية ديال اللجنة على أنه خص واحد المجموعة ديال النقاط والتدخلات على أساس أننا نضبطوا الملاعب ديال القرى. فهاد واحد في اتفاقية بالنسبة للمنتظمين في إطار الجمعية، هنا كنطرح أنا السؤال، واش غير بالنسبة للجمعية هي اللي يمكن تنشط في هاد الملاعب، اللي ما عندوش الجمعية ما ينشط، هذا إقصاء، كنتمنى على أنه إعادة النظر فيه. هنا كاين واحد المجموعة ديال الجمعيات اللي كينشطوا في الملعب البلدي، هناك إشارة للملعب البلدي، السيد الرئيس أن الطريقة ديال الاستغلال ديالو فهي غير معقولة وغير مقبولة، خاصة أن الملعب بدا كيشكل واحد الخطر على الممارسين ديالو، وكيتستغل ليل نهار، وكيتستغل الأشياء خارج الرياضة. كنتمنى على أن الرئيس المكتب المسؤولين على ذاك المنشأة الرياضية لأنه يحافظ على ذاك المنشأة، وعلى أنه يتدخل لإصلاح وتهيئة ذاك الملعب، لأنه مابقى صلاح لإجراء المقابلات، فهو ولا صلاح لإجراء واحد المجموعة ديال الأشياء أخرى. فهنا كنقول على أن هاد الملاعب هادو خاص واحد التدخلات اللي تكون، أنا قلت رياضية درجة الأولى، وتكون بالمجان كما كاين في جهات أخرى، لأن باش يستفد منها
كل الساكنه شكرا.